بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله اللهم إنا نسألك علمًا نافعًا وعملًا صالحًا ورزقًا طيبًا اللهم فقهنا في الدين وافتح لنا فتوح العارفين وارزقنا اللهم الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين شكرًا جزيلًا فوصلنا إلى المسألة الرابعة في درس الأمر وهي هل الأمر يقتضي التكرار أو لا. المسألة الخامسة بارك الله فيكم كالتالي: قال الخامسة الأمر المطلق لا يقتضي الفور. الأمر المطلق لا يقتضي الفور، ما معنى الفور؟ شكرا جزاك الله خيرا، شكرا شكرا. الأمر المطلق لا يقتضي الفور، الفور أي المبادرة بفعله. الأمر المطلق لا يقتضي المبادرة بفعله ولا يقتضي التراخي. الأمر إذا ورد الأمر في القرآن الكريم أو السنة النبوية افعل، هل يفيد أن تفعل فورا؟ هل يجب أن تفعل فورا؟ أو يفيد أنك تفعل في أي وقت؟ قال لك إن الأمر لا يفيد هذا ولا يفيد هذا، لا يفيد الفور ولا يفيد التراخي، لا هذا ولا هذا. الأمر لمجرد الطلب فليس فيه إفادة الفورية وليس فيه إفادة التراخي، إنما تستفاد الفورية أو يستفاد التراخي من أدلة أخرى، ليس بمجرد صيغة الأمر افعل، واضح؟ فقال لك هنا الخامسة الأمر المطلق لا يقتضي الفور أي المبادرة بفعله ولا يقتضي التراخي أي التأخر عن فعله، فيجوز هذا ما يترتب على المسألة. قال فيجوز تأخير صوم القضاء إلى قبل دخول رمضان الآخر. من فاته صوم في رمضان، والمقصود أنه فاته الصوم في رمضان بعذر كمرض أو سفر، فله أن يؤخر القضاء إلى أن يدخل رمضان القادم، فإذا دخل رمضان القادم ولم يقضي كان آثما، واضح؟ فقال لكم هنا فيجوز تأخير صوم القضاء إلى قبل دخول رمضان الآخر، قلت لك هذا إذا فاته بعذر، أما لو فاته صوم رمضان بغير عذر فهذا يجب عليه القضاء فورا لأنه عاص متعد. قال فيجوز تأخير صوم القضاء إلى قبل دخول رمضان الآخر، ويجوز تأخير قضاء الصلاة الفائتة بعذر، كذلك من نام عن صلاة أو نسي صلاة فإنه يجب عليه قضاؤها، لكن هل يجب أن يقضيها فورا أو يمكن أن يؤخر القضاء؟ نقول إذا فاتت الصلاة بعذر فإن القضاء على التراخي، بخلاف ما لو فاتت بلا عذر فإن القضاء يكون على الفور. نعم، وهنالك فروع فقهية بنت على هذه المسألة الأصولية، فعلى سبيل المثال الحج، هل يجب الحج على الفور أو على التراخي؟ مذهب الشافعية أن الحج يجب على التراخي لا يجب على الفور، واضح؟ لا يجب على الفور،
بناء على أن الأمر لا يفيد الفورية. واضح؟ ومسائل أخرى لكن لا نطيل المقام بذكرها. المسألة السادسة، بسم الله، قال لك: الأمر بالفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به. الأمر بالفعل أمر به، واحد، وأمر بما لا يتم الفعل إلا به. ما معنى هذا؟ معنى ذلك أن الأمر بالصلاة أمر بتحصيل شروط الصلاة، كتحصيل الماء للطهارة وتحصيل الساتر للعورة، واضح؟ وتحصيل الماء للطهارة إن كان لا يتيسر إلا بشراء فشراء الماء واجب، أو لا يتيسر إلا بأخذه من البئر فإخراجه من البئر واجب. ما الدليل على وجوب إخراج الماء من البئر، أو ما الدليل على وجوب شراء الماء للوضوء؟ الدليل أن الوضوء لا يتم إلا بذلك، وأن الصلاة لا تتم إلا بوضوء، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولذلك قال لك الفقهاء في ستر العورة: ستر العورة شرط في صحة الصلاة، وإذا كان لا يحصل على ساتر العورة إلا بالشراء فيجب أن يشتري ساتر العورة. وقالوا لك في عورة الرجل أنه يجب عليه أن يستر ما بين سرته وركبته، ما بينهما، ويجب عليه أن يستر جزءا من الركبة وجزءا من السرة، لأن ما لا يتم الواجب وهو ستر العورة إلا به فهو واجب. وقالوا لك: إذا توضأ فإنه يغسل إلى المرفقين، هذا الواجب، ويزيد قليلا حتى يتحقق غسل المرفقين، لأن ما لا يتم الواجب وهو غسل اليدين إلى المرفقين إلا به فهو واجب. وكذلك قالوا في الكعبين، وكذلك قالوا في الوجه. إذن الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم الشيء إلا به، واضح؟ كذلك الشيء المستحب فعله مستحب، وفعل ما يوصل إليه مستحب. فالسواك مستحب، شراء السواك أيضا مستحب، ذهابك إلى شراء السواك إلى المكان الذي يبيع فيه السواك، يا أخي هذا صح اسمه يا أخي، ذهابك مشيك إلى هناك هذا مستحب، حتى هذه الخطوات التي تخطوها إلى هنا هذا مستحب، واضح ولا؟ الصلاة في الجماعة، صلاة الجماعة فرض كفاية، ذهابك إلى صلاة الجماعة أنت تثاب عليه، ولذلك لا يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط الله عنه بها خطيئة. صلاة الجمعة فرض عين، كل خطوة تخطوها إلى المسجد لصلاة الجمعة كان لك أجر سنة صيامها وقيامها، كما جاء في الحديث عند أهل السنن. إذن الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم ذلك الشيء إلا به، وهذه من القواعد المهمة التي لها تطبيقات كثيرة في حياتنا اليومية. قال لكم الناظم: والأمر بالفعل المهم المنحتم أمر به وبالذي به يتم، كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء، وكل شيء للصلاة يفرض. قال لكم هنا: قال فالأمر بالصلاة أمر بالطهارة لأن الصلاة لا تتم إلا بها، والأمر بالطهارة أمر بتحصيل وسائلها كالماء، فلو لم يجده إلا بشراء مثلا وجب عليه شراؤه. والمقصود إذا كان يباع بثمن المثل، أما إذا كان يباع بأغلى من ثمن المثل فلا يجب عليه الشراء ويجوز له أن يتيمم، واضح؟ وحينئذ يكون التيمم مباحا، كما قال صاحب الزبد رحمه الله: تيمم المحدث أو من أجنب يباح في حال وحال وجب.
قال هنا فلو لم يجده إلا بشراء مثلا وجب عليه شراؤه، لأن الصلاة لا تتم إلا بذلك، وهذا ما يعبر عنه الأصوليون بقولهم ما لا يتم فعل الأمر إلا به فهو مأمور به. والأمر بستر الرجل عورته في الصلاة أمر بستر جزء من الركبة والسرة. اكتب عندك والسرة، إذا كان غير مكتوب اكتب والسرة. أنا ما كتبت في الطبعة القديمة، ما كتبت، لا أدري عندكم مكتوب أو غير مكتوب، مكتوب أو لا غير مكتوب، إذن يضاف. قال والأمر بستر الرجل عورته في الصلاة أمر بستر جزء من الركبة والسرة، تمام، لا يتم ستر العورة إلا به، تمام. ثم قال السابعة، إذا فعل المكلف الأمر على الوجه الصحيح أي باستيفاء الشروط واجتناب الموانع المبطلات فقد برئ ذمته وسقط عنه الطلب. هذا مر معنا الكلام حوله عندما تكلمنا على أثر الصحة. ما فائدة الصحة في العبادات؟ سقوط الطلب وبراءة الذمة. قال وهذا ما قصده المصنف رحمه الله تعالى بقوله وإذا فعل، وإذا فعل أي المأمور، أي ما أمر به العبد، وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة، أي يخرج المكلف عن العهدة. واضح بارك الله فيكم. ثم قال الدرس الثامن، المكلفون وغيرهم، أيضا هذا مر معنا الإشارة إليه فيما سبق في تعريف الحكم. قلنا الحكم، ما تعريف الحكم؟ الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بفعل المكلف. عرفنا المكلف في ذلك الموضع، قلنا المكلف هو البالغ العاقل الذاكر، إيش؟ البالغ العاقل الذاكر غير الملجأ، نعم. وفي الكتاب قلنا البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة، نعم. قال المصنف، من المصنف؟ من المصنف؟ نعم أنت، الذي بجانبك يا ريكي، الذي بجانبك يا ريكي، من المصنف؟ نعم. لا تعرف من المصنف؟ لا بد أن تعرف. في الدرس القادم الذي لا يعرف من المصنف كم يدفع؟ 100,000 روبية، 100,000 روبية، هذا تعزير بالمال. سيقول إن جمهور العلماء يقولون لا يجوز التعزير بالمال، يحتج علينا بالمذاهب الأربعة، ونحن نتفق معه أنه لا يجوز التعزير بالمال، لكن يمكن أن نعزره بالوقوف. واضح؟ من هو المصنف؟ نعم، الذي خلفك يا ريكي، الذي خلفك، بسم الله. أحسن، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف، متى ما؟ أحسنت، 478. أكتب هذا واحفظه، موجود في بداية الكتاب. لا، هذا قله، ما اسمه؟ ما اسمه؟ فارس، خالص، يا خالص، هذا تكرره 3 مرات في الصباح و3 مرات في المساء، وفي الصباح بعد الاستيقاظ، في المساء قبل النوم، تمام. أحسنت يا فارس، يا خالص، أحسنت. قال هنا، قال المصنف رحمه الله تعالى من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل. يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، واحد، وهذه المسألة الأولى. ثم قال والساهي والصبي والمجنون فهم غير داخلين في خطاب الله، هذه مسألة ثانية، تمام. قال والكافر والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، لقوله تعالى لم نكن من المصلين. والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده.
طيب نقول هنا من يدخل في الخطاب، ما معنى من يدخل في الخطاب؟ يعني من يكلف، من الذي يكلف؟ هذا القسم الأول. القسم الثاني من لا يدخل في الخطاب، يعني من ليس بمكلف، واضح؟ القسم الثالث من حصل فيهم خلاف، هل هو مكلف أم لا؟ واضح؟ كم صارت الأقسام عندنا؟ ثلاثة. المخاطب المكلف الذي يدخل في الخطاب هو البالغ العاقل، تمام، الذاكر، غير الملجأ، غير الملجأ، هذا مكلف إذا كان بالغا عاقلا ذاكرا غير ملجأ، واضح أو لا؟ طيب الذي لا يدخل في الخطاب ليس مكلفا، الصبي ليس مكلفا، المجنون ليس مكلفا، المجنون، طبعا المجنون المقصود بالمجنون هنا غير المتعدي، غير المتعدي بجنونه، أما لو شرب دواء فسبب له الجنون فإن هذا يجب عليه قضاء العبادات لأنه متعد بالجنون، فهمنا أو لا؟ ومثل المجنون المغمى عليه، المغمى عليه إذا أغمي عليه بلا تعد، واضح؟ لا يجب عليه قضاء الصلاة، لكن قال الفقهاء يجب عليه قضاء الصوم، لا يجب عليه قضاء الصلاة لكن يجب عليه قضاء الصوم، وهنالك كلام في السكران لكن نكتفي بهذا حتى لا نشتت أذهانكم. طيب الصبي المجنون هذا غير مكلف. أيضا الغافل، الغافل يعني الساهي، الساهي هذا غير مكلف، ها؟ طيب أيضا كذلك الملجأ، ما معنى الملجأ؟ الذي لا إرادة له ولا اختيار، ما يملك، يعني قلت لكم في درس سابق كشخص ربط ثم ألقي على آخر فوقع عليه فقتله، لا إرادة عنده ولا اختيار، هؤلاء ماذا؟ ليسوا مكلفين، واضح؟ طيب القسم الثالث بارك الله فيكم من حصل فيهم الخلاف، الكفار، هل الكفار مكلفون أو لا؟ مكلفون بالإسلام نعم اتفاقا، لكن هل مكلفون بغير الإسلام؟ هل مكلفون بالصلاة؟ هل مكلفون بالصوم؟ هل مكلفون ببقية العبادات؟ هل مكلفون بالنواهي؟ بالزنا، أي بترك الزنا، بترك شرب الخمر، بكذا بكذا، هل مكلفون بهذا؟ واضح أو لا؟ خلاف. قال بعض العلماء، موضوع شرب الخمر ربما يأتي معنا بعد قليل، قال بعض العلماء الكفار غير مكلفين لا بالأوامر ولا بالنواهي، بعضهم قال غير مكلفين بالأوامر لكن يكلفون بالنواهي، مذهب الجمهور وهو ما ذكره المؤلف أنهم مكلفون، أنهم مكلفون، واضح؟ مكلفون، ما معنى أن الكفار مكلفون؟ أي أنهم يعاقبون في الآخرة على الكفر ويعاقبون على الواجبات التي تركوها ويعاقبون على المحرمات التي فعلوها، فهم يعاقبون على الكفر ويعاقبون على فروع الشريعة، هذا معنى التكليف، وهذا معنى التكليف، واضح؟ وليس معنى التكليف أنه يطالب بالعبادة في حال كفره، لا، ليس هذا المعنى، وليس معنى التكليف أنه إذا أسلم وكان كافرا كفرا أصليا أنه يجب عليه القضاء، لا، فالكافر الأصلي إذا أسلم لا يجب عليه أن يقضي ما فاته من الصلوات أيام كفره، والكافر الأصلي إذا أسلم لا يجب عليه قضاء الصيام الذي فاته في أيام
في أيام كفره. إذن الكفار محل خلاف، هل هم مكلفون أم لا؟ الصحيح أنهم مكلفون، واستدل على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى في سورة المدثر: ما سلككم في سقر؟ ما الذي أدخلكم سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. هذا يعتبر من فروع الشريعة، واضح؟ لأن أصل الشريعة هو الإسلام، غير الإسلام يعتبر من فروع الشريعة. قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. واضح أو لا؟ هذا حصل فيهم خلاف، أو هؤلاء حصل فيهم خلاف. أيضا ممن حصل فيهم خلاف بارك الله فيكم المكره، المكره، المكره غير الملجأ. قلت لك الملجأ الذي لا إرادة له ولا اختيار، ما عنده اختيار، لكن المكره هذا عنده اختيار. يعني يقال له مثلا على سبيل المثال: اشرب الخمر وإلا ضربناك. فهو بين أمرين، إما أن يشرب وإما أن يصبر على الضرب. هذا عنده نوع اختيار، يختار بين هذا وهذا. هذا فرق بينه وبين الملجأ. المكره هذا هل هو مكلف أو غير مكلف؟ واضح أو لا؟ حصل فيه خلاف، حصل فيه خلاف. بعضهم قال مكلف، بعضهم قال غير مكلف، حتى أن تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى في بداية الأمر قال إنه ليس مكلفا، ثم بعد ذلك تراجع عن هذا القول وقال إنه مكلف، وهو الذي مشى عليه شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في لب الأصول مختصر جمع الجوامع. إذن المكره هذا محل خلاف، هل هو مكلف أو غير مكلف. على كل حال حتى الفروع الفقهية هنا تختلف. مثلا ينبني على أن الكفار قلنا الصحيح أنهم ماذا؟ مكلفون. طيب لو سألتكم سؤالا، أنت عندك مكان تبيع فيه الطعام، تمام؟ جاءك الكافر في نهار رمضان وجلس وطلب وجبة ليأكل في نهار رمضان، يجوز لك أن تبيع له أو لا يجوز؟ لا يجوز، بناء على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. لا يجوز، لا يجوز أن تعطيه طعاما ليأكله في نهار رمضان، لأنه مخاطب بفروع الشريعة، لأنه مكلف. ولا يجوز لك أن تبيعه الطعام إذا علمت أو غلب على ظنك أنه يأكله في نهار رمضان. واحد. اثنين، جاء إليك كافر يريد أن يشتري منك حيوانا، يشتري منك شاة أو بقرة، وأنت تعلم أنه سيأكله بعد أن يقتله بغير ذبح شرعي، لن يذبحه الذبح الشرعي، وإنما مثلا يقتله بالكهرباء أو يضربه أو يعطيه حقنة فيقتله ثم يأكله، هل يجوز لك أن تبيعه هذا الحيوان أو لا يجوز؟ فهمنا السؤال؟ لا يجوز، بناء على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لا يجوز. واضح؟ مسألة ثالثة، المرأة المسلمة ما عورتها أمام المرأة الكافرة؟ المرأة المسلمة مع المرأة المسلمة عورتها ما بين السرة والركبة، لكن المرأة المسلمة أمام المرأة الكافرة عورتها ما لا يبدو عند المهنة. واضح؟ فيجوز للكافرة أن تنظر إلى وجهها، عنقها، إلى ذراعيها، إلى ساقيها وقدميها فقط، لكن لا يجوز أن تمكن الكافرة أن تنظر إلى صدرها أو إلى ظهرها على سبيل المثال، لا يجوز طبعا إلا لحاجة، كأن كانت هذه الكافرة طبيبة أو ممرضة مثلا. واضح؟ هذه المسائل، هذه الفروع الفقهية التي يذكرها الفقهاء تنبني على أي مسألة؟ تنبني على مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة. فهمنا أو لا؟ كذلك هنالك فروع تنبني على كون المكره مكلف أو غير مكلف. في بعض الفروع قال الفقهاء إن المكره يكون مكلفا، فمثلا إذا قيل له إن لم تقتل فلان قتلناك، فقام وقتل فلان، قالوا يقتص منه، يقتص من هذا القاتل حتى وإن كان مكرها،
واضح؟ فإنه حينئذ يكون مكلفا، يقتص منه ويقتص ممن أكرهه، من الاثنين، من المكره والمكره يقتص منهما، واضح أو لا؟ قالوا كذلك لو قيل له إن لم تزني قتلناك، فزنى يقام عليه الحد. هنا المكره مكلف، بخلاف ما لو قيل له مثلا إن لم تطلق زوجتك قتلناك أو ضربناك أو أحرقنا مالك أو هدمنا دارك. فطلق زوجته بالإكراه، طبعا المراد بالإكراه المتحقق الشروط، فطلق زوجته فإن الطلاق لا يقع. إذن في المكره في بعض المسائل جعل المكره مكلفا، في بعض المسائل جعل المكره غير مكلف. نعم، إذن هذا تقسيم ثلاثي. هنالك من هو محل اتفاق في كونه مكلفا، هنالك من هو محل خلاف هل هو مكلف أو ليس مكلف، هنالك من اتفقوا على أنه لا يدخل في خطاب التكليف، الصبي، المجنون، الغافل، الملجأ. طيب يقول قائل الصبي غير مكلف، المجنون غير مكلف، فلماذا وجب عليهما زكاة المال؟ الزكاة تجب في مال الصبي وتجب في مال المجنون، لماذا؟ لأن هذا من باب خطاب الوضع، ليس من باب خطاب التكليف. فإذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحول وجبت الزكاة، سواء كان الذي يملك المال بالغا أو صبيا، عاقلا أو مجنونا، واضح أو لا؟ فوجوب الزكاة في مال الصبي ووجوب الزكاة في مال المجنون، واضح؟ هذا من باب خطاب ماذا؟ الوضع، وليس من باب خطاب التكليف، فهمنا؟ كذلك الصبي إذا أتلف شيئا، نفترض أن الصبي أخذ حجرا فكسر زجاجا، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن، لأن هذا أيضا من باب خطاب الوضع وليس من باب خطاب التكليف. كذلك المجنون إذا أتلف شيئا فإنه يضمن، لأن هذا من باب خطاب الوضع وليس من باب خطاب التكليف. قال لكم هنا في الشرح، نبه المصنف رحمه الله تعالى في هذا المبحث على ثلاث مسائل، وهي قال وهي الأولى أن الأوامر تتعلق بالمكلف وهو البالغ العاقل، فالساهي والصبي والمجنون غير مكلفين، ومع ذلك إذا أتلفوا شيئا فإنهم يضمنون، لأن الضمان من الخطاب الوضعي وليس من الخطاب التكليفي. وكذا تجب الزكاة في أموالهم لوجود النصاب والحول. الثانية، الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، أي بالأوامر والنواهي، فيجب عليهم فعل الواجبات وترك المحرمات، ويجب عليهم ما لا تصح العبادات إلا به وهو الإسلام، هذا أصل الشريعة. ومعنى كون الكفار مكلفين أي أنهم يعذبون على تركها عذابا زائدا على عذاب الكفر، أي في الآخرة، واضح؟ واستدل المصنف رحمه الله تعالى على ذلك بقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. وذكرت لك بعض الفروع المترتبة على هذا، فلو قلنا إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، معنى ذلك أنه لا يجوز إطعامهم في نهار رمضان، معنى ذلك أنه لا يجوز أن تبيعهم حيوان إذا علمت أو غلب على ظنك أنهم يأكلونه بغير ذبح شرعي، معنى ذلك أن المرأة المسلمة لا يجوز أن تبدي نحو صدرها وظهرها للكافرة، واضح؟ قال الثالثة، الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. هذه أيضا من القواعد المشهورة، الأمر بالشيء نهي عن ضده، فالله سبحانه وتعالى أمر في القرآن الكريم بالقنوت في الصلاة، ومعنى القنوت أي السكوت،
قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وقوموا لله قانتين. الأمر بالقنوت يلزم منه النهي عن الكلام، واضح؟ أمر الله سبحانه وتعالى بتطهير الثياب، فقال سبحانه وتعالى: وثيابك فطهر. الأمر بتطهير الثياب نهي عن حمل النجاسة والتلبس بها في الصلاة. الأمر بالشيء نهي عن ضده. النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. فإذا قيل لك مثلا لا تنم، فهو أمر بالقيام أو أمر بالجلوس. نهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، واضح؟ قيل لك مثلا لا تمشي، هذا نهي عن المشي. يفيد ماذا؟ يفيد الأمر بالجري أو الأمر بالوقوف، واضح؟ نردد بعد المؤذن ثم بعد ذلك نكمل إن شاء الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لكم هنا: أي إذا أمر الشارع بأمر فمقتضى ذلك أن يترك المكلف ضده
لأنه لا يتم امتثال الأمر إلا بذلك. فالأمر بصلة الرحم نهي عن القطيعة، والأمر بالصدق نهي عن الكذب، والأمر بالقيام في الصلاة أي المقصود في صلاة الفرض تمام نهي عن الجلوس فيها بغير عذر. فهمنا أولا؟ قال والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، فالنهي عن الجلوس أمر بالقيام أو الاضطجاع، النهي عن المشي لا تمشي أمر بالوقوف أو بالجري، واضح؟ نعم. ثم قال لك الدرس التاسع، قال المصنف رحمه الله تعالى وهو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني المتوفى سنة 478 رحمه الله، قال والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، ويدل على فساد المنهي عنه، وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. الشرح، ذكر المصنف رحمه الله تعالى ثلاث مسائل تتعلق بهذا الباب، هي الأول تعريف النهي، ما هو النهي؟ قال النهي استدعاء. استدعاء ما معنى استدعاء؟ طلب. استدعاء الترك، عندما قال استدعاء الترك أخرج ماذا؟ استدعاء الفعل الذي هو الأمر، صح؟ قال استدعاء الترك بالقول أخرج ماذا؟ الإشارة. استدعاء الترك بالإشارة، مثل على سبيل المثال هذه الإشارة ما معناها؟ لا تتكلم، صح؟ نهي، لكن عند الأصوليين لا يسمى نهيا، تمام. استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه أخرج من هو مساو أو أعلى، ربنا لا تؤاخذنا، هذا ليس نهيا، واضح؟ وإنما يسمى ماذا؟ يسمى دعاء. نعم، قال هنا على سبيل الوجوب، هذا نظير ما تقدم معنا في الأمر. قال فالاستدعاء هو الطلب، وقوله بالقول قيد أخرج الاستدعاء بالإشارة مثلا، فلا يسمى نهيا في اصطلاح الأصوليين، وقوله ممن هو دونه أخرج ما لو كان الاستدعاء ممن هو مساو أو أعلى فلا يسمى نهيا اصطلاحا. هذه المسألة الأولى، وظنها واضحة من خلال ما تقدم شرحه في تعريف الأمر. قال لكم هنا الثانية، أن النهي يدل على الفساد. النهي يدل على الفساد، هذه من المسائل التي حصل فيها خلاف طويل بين الأصوليين، وهنالك فروع فقهية كثيرة تنبني عليها. النهي هل يقتضي فساد العبادة أو لا يقتضي فساد العبادة؟ في الحقيقة أقرب ما يقال في هذا المقام أن المسألة فيها تفصيل. النهي إذا تعلق بالعبادة فإما أن تكون العبادة مع النهي ذا جهة واحدة، وإما أن تتعدد الجهات. فإذا كانت العبادة ذات جهة واحدة فالنهي يقتضي الفساد. ما مثال ذلك؟ مثال ذلك الصلاة في أوقات الكراهة، لو صلى في وقت الكراهة فإن الصلاة لا تصح. واحد، هذا حكم وضعي أو تكليفي؟ الصلاة لا تصح وضعي، ها؟ وهو آثم، هذا حكم تكليفي. إذا صلى في أوقات الكراهة نقول يأثم، هذا الحكم الأول. اثنين، لا تصح صلاته، طبعا المقصود صلى صلاة ليس لها سبب، ليست من ذوات السبب، نتقدم أو نقارن
ليست صلاة فرض بالتفاصيل التي يذكرها الفقهاء في هذا الموضع. تمام. صلى نفلا مطلقا في وقت النهي، نقول إذا صلى نفلا مطلقا في وقت النهي، أولا يأثم، واحد. اثنين، لا تصح. لاحظ معي أن النهي هنا اقتضى الفساد، النهي هنا اقتضى الفساد. إيقاع الصلاة في وقت النهي أدى إلى فساد العبادة، واضح؟ لماذا اقتضى الفساد؟ لأن الزمن ملازم للصلاة. ما معنى ملازم للصلاة؟ أي أن الصلاة لا تنفك عن هذا الوقت. إيقاع الصلاة في وقت النهي يجعل الصلاة ملازمة لهذا الوقت. كذلك مثال آخر، لو صام في يوم العيد يترتب حكمان، الحكم الأول يأثم، الحكم الثاني لا يصح الصوم. هنا أيضا النهي اقتضى الفساد. لكن إذا كانت الجهات متعددة، مثل صلى في مكان مغصوب، أو صلى بثوب مغصوب، فلاحظ معي أن الغصب لا يتعلق بذات الصلاة، هو يأثم بالغصب سواء صلى بالثوب أو لم يصلي بالثوب، صح؟ يعني لو غصب ثوبا يكون آثما سواء صلى أو لم يصلي، يعني حتى لو غصب ثوبا ونام يكون آثما، حتى لو غصب ثوبا ومشى به في الشارع يكون آثما. فالنهي هنا ليس ملازما للصلاة، فهمنا أولى؟ كذلك لو غصب أرضا سواء صلى فيها أو زرع فيها أو بنى فيها أو باعها أو فعل فيها ما فعل هو آثم. النهي هنا ليس ملازما للصلاة، واضح؟ الجهة هنا متعددة بخلاف الذي سبق، فالذي سبق الصلاة في هذا الوقت منهي عنها، فالوقت والصلاة متلازمان. الصوم في هذا اليوم منهي عنه، الصوم والوقت هذا الوقت متلازمان، هذا الفرق، واضح؟ فإذا كانت الجهات متعددة نقول إذا كانت الجهات متعددة فالنهي هنا لا يقتضي الفساد. ولذلك نقول إذا صلى في ثوب مغصوب مثلا، هذه المسألة مرت معنا أمس، إذا صلى في ثوب أو مكان مغصوب، مرت معنا أمس في درس فتح المعين، صح أصحاب فتح المعين؟ إذا صلى في ثوب مغصوب أو في مكان مغصوب الصلاة تصح ولا تصح؟ ها؟ نقول تصح ولا يثاب. ما معنى تصح؟ تصح أي تبرأ ذمته، يسقط عنه الطلب، لكن بدون ثواب. هذا القول المشهور، واضح؟ تصح لكن بدون ثواب. هنالك قول ثاني قالوا تصح ويثاب ويأثم على الغصب، ويأثم على الغصب، هذا رأي آخر ولعله أعدل، أكثر عدلا من السابق. تمام. طيب، رأي ثالث يقول لا تصح لكن يسقط الطلب. يعني قال نحن لا نصف الصلاة بالصحة، نصفها بعدم الصحة، لكن لا يجب عليه القضاء، يسقط عنه الطلب، تبرأ بها الذمة. القول الرابع أنها لا تصح ولا يثاب، وهذا قول من؟ هذا قول الحنابلة، لأن عند الحنابلة أن النهي يقتضي الفساد حتى في هذه الصورة. فلو صلى عند الحنابلة، لو صلى في مكان مغصوب أو صلى في ثوب مغصوب فعندهم الصلاة لا تصح ولا يثاب من باب أولى، واضح أو لا؟ هذه أربعة أقوال في مسألة. مطلق الأمر عندنا لا يشمل كرها، ففي الوقت الصلاة تبطل، هذا الأول، ففي الوقت الصلاة تبطل، هذا إذا كان ملازما، واضح؟ ففي الوقت الصلاة تبطل. أما الذي جهاته تعدد مثل الصلاة في مكان اعتدى
فإنها تصح عند الأكثر ولا يثاب عندهم في الأشهر. تصح ولا يثاب، هذا الرأي الأول، تمام. وقيل لا تصح لكن حصل سقوطه، هذا الرأي الثالث. والحنبلي لا ولا، ما معنى لا ولا؟ لا تصح ولا يثاب. ذكر ثلاثة أقوال ولم يذكر القول الثاني على ترتيب السبورة. واضح؟ هذه أبيات الحافظ السيوطي في الكوكب الساطع. إذن هذا بارك الله فيكم إذا كان النهي في ماذا؟ في العبادة. ولذلك يجري الخلاف كثيرا أحيانا حتى بين طلاب العلم في مثل هذه المسائل. إذا صلى على سبيل المثال في مكان مغصوب، إذا باع كما سيأتي معنا هنا، إذا باع بعد النداء الثاني يوم الجمعة يصح البيع أو لا يصح البيع؟ واضح؟ مذهب الجمهور أنه يصح، مذهب الحنابلة أنه لا يصح. ما الفرق؟ الفرق أصولي، الفرق البناء على قاعدة هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. الحنابلة يعملون هذه القاعدة كثيرا، فعندهم الأصل أن النهي يقتضي الفساد مطلقا. واضح؟ الجمهور يفصلون كما ذكرت لكم بعض التفصيل. هذا بالنسبة لماذا؟ للعبادات. طيب بالنسبة للمعاملات، قال لك الأصوليون إذا كان النهي في المعاملة يعود إلى ركن من أركانها أو إلى شرط من شروطها فإن النهي يقتضي الفساد. حينئذ إذا عاد النهي إلى ركن أو شرط فإنه يقتضي ماذا؟ الفساد. نحن الذين حضروا معنا دروس شرح بن قاسم، عندما ذكرنا البيع قلنا بارك الله فيكم البيع له أركان، من أركان البيع العاقد صح، والمعقود عليه، والصيغة. ومن شروط العاقد البلوغ والعقل صح، البلوغ والعقل والرشد والاختيار صح، ألا يكون مكرها. من شروط المعقود عليه أن يكون طاهرا منتفعا به مقدورا على تسلمه مملوكا للعاقد معلوما. الصيغة أيضا لها شروط، 13 شرطا ذكرها فقهاء الشافعية رحمهم الله. يقول لك إذا كان النهي يعود إلى العاقد، إلى الركن أو المعقود عليه أو الصيغة، يعود إلى الركن فإنه يقتضي الفساد. إذا كان كذلك يعود إلى الشروط أيضا يقتضي الفساد. مثال ذلك، لو أن الإنسان باع ما لا يملك، ما حكم البيع؟ فاسد، لأنه يعود إلى الشرط. من شروط المعقود عليه أن يكون مملوكا للعاقد. واحد، إذا قام بالبيع صبي، ما حكم العقد؟ صبي يبيع، ما حكم العقد؟ فاسد، لا يصح. لماذا؟ لأن شرط العاقد أن يكون بالغا. إذا قام بالبيع مجنون فما حكم العقد؟ فاسد. إذا قام بالبيع مكره بغير حق ما حكم العقد؟ فاسد. إذا باع شيئا نجسا ما حكم العقد؟ فاسد. إذا باع شيئا مجهولا ما حكم العقد؟ فاسد. إذا باع بغير صيغة، بغير إيجاب ولا قبول، ما حكم العقد؟ قال فقهاؤنا الشافعية فاسد. لماذا؟ لأن النهي حينئذ يعود إلى ماذا؟ إلى ركن أو إلى شرط. فإذا عاد النهي إلى ركن أو شرط فإنه يقتضي الفساد. هذا في البيع. خذ مثل البيع، السلم، الإجارة، العارية، كل العقود، النكاح. واضح؟ يشترط في الزوجة أن تكون خلية عن عدة، فلو تزوج امرأة في عدتها ما حكم الزواج؟ فاسد. يشترط أن تكون الزوجة التي سيتزوجها ليست خامسة، إذا كان متزوج أربع فتزوج خامسة فإن العقد ماذا؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه يعود إلى الركن، إلى شرط في الركن. إذن هذا النهي عن المعاملة، إذا عاد النهي إلى ركن أو شرط فإنه يقتضي الفساد. طيب إذا عاد إلى أمر خارج ليس إلى ركن ولا إلى شرط، مثال مثل
البيع في المسجد الآن يتعلق بماذا؟ يتعلق بالمكان. هل المكان مكان البيع يعتبر من الشروط أو من الأركان؟ لا، هذا تعلق بأمر خارج عن ماهية العقد، عن حقيقة العقد. حينئذ هذا نقول لا يقتضي الفساد. مثلا اشترى أو باع بعد النداء الثاني يوم الجمعة، ما حكم البيع؟ يصح أو لا يصح؟ يصح، نقول لا يقتضي. نعم هو يأثم، نحن لا نتكلم على الإثم وإنما نتكلم على الصحة والفساد، هل يصح أو لا يصح؟ نعم يصح لكنه يأثم، فهمنا؟ أيوة. إذن نقول إذا عاد النهي في المعاملة إلى أمر خارج عنها أي عن حقيقتها، ليس شرطا من شروطها ولا ركنا من أركانها، فإنه يصح، لأن النهي حينئذ لا يقتضي الفساد. فهمنا؟ بارك الله فيكم. انظر ماذا قال لكم هنا، نختم بهذا حتى لا نطيل عليكم، تمام؟ قال الثانية أن النهي يدل على الفساد. النهي إذا كان في عبادة فإنه يقتضي فسادها، كالنهي عن صيام أيام العيدين والنهي عن الصلاة، بارك الله فيكم، والنهي عن الصلاة في أوقات الكراهة، أي النهي عن صلاة النفل المطلق في أوقات الكراهة، حتى لو كان النهي مكروها ليس تحريما فإنه يقتضي الفساد، تمام؟ قال هنا وأما في المعاملة فإن كان النهي يتعلق بذاتها أو بركن من أركانها أو شرط من شروطها فلا تصح، كالنهي عن بيع ما لا يقدر على تسلمه وبيع المجهول وبيع المجنون، فهذا كله لا يصح. لماذا؟ لأن النهي حينئذ إما أن يعود إلى ذات المعاملة أو إلى ركنها أو إلى شرطها. قال وإذا كان يعود إلى أمر خارج فلا يدل على فساد العقد، كالنهي عن البيع بعد النداء الثاني. واضح؟ بعد ذلك هذه مسألة قصيرة. قال الثالثة، المسألة الثالثة صيغة الأمر المتقدمة، يعني عندما يأتي الأمر افعل، الأصل قلنا إن الأمر يفيد ماذا؟ الوجوب، لكن أحيانا يرد الأمر لمعان أخرى، قد يرد الأمر لمعان أخرى ذكرها المصنف هنا، قد يرد للإباحة، وإذا حللتم فاصطادوا، هذا أمر إباحة، وذكرنا لكم أمثلة في الدرس السابق. قال فقد ترد للاستحباب أو للإباحة كما تقدم، وقد يرد الأمر للتهديد. واضح؟ كقوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. اعملوا ما شئتم، هل يعني تفعل ما شئت؟ لا، السياق يوضح إنه بما تعملون بصير أن الأمر هنا للتهديد. مثاله قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يقول قائلا يجوز للإنسان أن يرتد عن الإسلام، يستدل بهذه الآية، نقول لا، هذا السياق يبين أن المقصود ماذا؟ التهديد. واضح؟ قال وقد ترد للتسوية كقوله تعالى اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، تمام؟ وقد ترد للتكوين كقوله تعالى كونوا قردة خاسئين. ومن المسائل المتعلقة بهذا الباب أيضا وهي الرابعة أن صيغة النهي، ما هي صيغة النهي؟ صيغة الأمر ما هي؟ افعل. صيغة النهي ما هي؟ لا تفعل، هذه صيغة النهي. هنالك صيغ أخرى للنهي مثل نفي الحل، قال الله عز وجل لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. واضح؟ هذه من صيغ النهي. من صيغ النهي أيضا الفعل، نهى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. واضح؟ من صيغ النهي أيضا أو مما يفيد النهي أيضا التوعد بالعقوبة والعذاب،
قال الله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه الآية تفيد تحريم القتل مع أنه ليس فيها لا تقتلوا، لكن فيها توعد بالعقوبة والعذاب. تمام. قال كقوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، وقوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والأصل في النهي أنه يقتضي التحريم، إلا أنه قد يأتي لغير التحريم كالكراهة، كحديث لا يتنفس في الإناء، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلا يجلس أي يكره له ذلك. تمام. قال وهذا شأن النواهي الواردة في الآداب، فإنها تكون للكراهة لا للتحريم غالبا. النهي الذي يرد في الآداب، في آداب الطعام، آداب الشراب، آداب اللباس، الغالب فيه أنه يكون للكراهة وليس للتحريم. واضح؟ يكون للكراهة وليس للتحريم. نكون بهذا انتهينا من درس النهي، نشرع في درس العام في الدرس القادم في اللقاء القادم إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.